اهلا بكم من جديد، ونتحول لمتابعه اداء البورصه المصريه. ارتفاع في المؤشر الرئيسي للجلسه الثالثه على التوالي، ولكن بنسب طفيفه جدا. ما زال المؤشر تحت مستوى 11000 نقطه. ياتي هذا مقابل تراجعات في اي جي اكس 70 تقترب من 1% ليغلق المؤشر عند مستوى 2003 نقاط، وهبط ايضا مؤشر المئة ب3.4% تقريبا. التداولات تجاوزت المليار جنيه، وسجلت تعاملات المصريين 87% من إجمالي التعاملات، وكان نصيب الأجانب 12% والعرب 4%. استحوذت على المؤسسات على 54% من تعاملات اليوم، والبقية للأفراد. فيما يتعلق بأداء القطاعات، صعد اليوم قطاع التعبئة بنسبة تقترب من 3%، ويلي ذلك الخدمات التعليمية وقطاع السياحة والترفيه، ثم الرعاية الصحية. ولتحليل حركة البورصة لهذا اليوم تنضم إلينا مباشرة على الهواء الأستاذة منى مصطفى، مدير التداول في عربية أونلاين. مساء الخير أستاذة منى، وفي البداية إيه الانطباعات العامة لأداء المؤشرات هذا الأسبوع؟ مساء النور، تحياتي لحضرتك. بداية يعني لو بدأنا نشوف الأداء على مدار بداية الأسبوع ويمكن كمان قبلها بأسبوع، هنلاقي إن إحنا كنا داخلين في حركة عرضية، شوية بدأنا نكون ندخل في حركات عرضية ضيقة. يمكن إحنا من أول الأسبوع ده وإحنا شايفين تحركات ما لا تتجاوز 20-30 نقطة، ويبدأ إن إحنا كمان بيكون في تباين على مدار الجلسة، ممكن نبدأ نفتح جلسات على بعض التراجع من ثم نقلصها، وبعدين نبدأ إن إحنا نرتفع مرة تانية. ولكن بخلاف الحركة العرضية الضيقة جدا على حركة الأسهم، سوري، على حركة المؤشرات، إلا إننا بنشوف فولاتيل عالي على حركة الأسهم، وده اللي بيدينا شوية انطباع إن ممكن يكون بعض المؤشرات، أو يعني يمكن كمان المؤشر الرئيسي تحديدا الاي جي اكس 30، شوية بما إنه المتحكم الرئيسي فيها هو التجاري الدولي، واللي بيغيب أو باللي بينقصه دلوقتي كتير من السيولة، وإن كان بدأ يظهر معانا في قوائم الأسهم الأكثر نشاطا على مدار 3 جلسات على التوالي، ده بيدينا هنت إن في بعض تناقل للسيولة أو تخارج للسيولة من أسهم المضاربات اللي كانت مسيطرة على حركة السوق بشكل عام، أو حركة التداول بشكل عام خلال الشهور اللي فاتت أو الشهرين اللي فاتوا تحديدا. بدأنا نشوف وصلت طبعا لمستويات مرتفعة جدا جدا جدا، كتير منها بدأ إن هو يشوف مكاسب قوية ممكن تصل معانا ل 500 و 600% في وقت قصير جدا، وعملت تضاعف للمحافظ كتير من المستثمرين، وكان فيها فولاتايل عالي، حتى كان حتى بيسمح للمستثمر الصغير او للمستثمر الراقد اللي هو كان شغال من اول السنه، او كمان ممكن نقول من حوالي سنه ونص كان محبوس في الاسهم دي، ان هو يسمح له بالتخارج منها. وبالتالي ممكن ان انا اشوف بعض تناقل للسيوله خلال الايام الجايه او الاسابيع الجايه، ممكن كمان الاسبوعين الاوائل من شهر اكتوبر ان شاء الله، ان احنا نبدا نشوف ضخ او عوده تاني للسيوله في الاسهم القياديه، وده اللي بيبدا يعني يالارت كده على ال 30. احنا امبارح والنهارده قربنا من مستويات ال 11000 بشكل كبير. صحيح ان ال 11000 ال 11200 المنطقه دي بتشكل لي مقاومه نفسيه عند كتير من المتعاملين، لانها كانت صعبه جدا على مدار الشهور اللي فاتت، او يعني احنا ممكن نقول من الكوارتر الثاني، واحنا مش عارفين نتجاوزها. فاعتقد ان هي مجرد ان نتجاوزها
بحركه قويه على الاسهم القياديه وضخ للسيوله بيها ويبدا فيها مشتري مؤسسي قوي، خاصه ان انت على الاسواق الخارجيه سواء بنتكلم في منطقه الشرق الاوسط اسواق الخليج او كمان الاسواق الاوروبيه الامريكيه، يمكن شويه الاسواق الامريكيه هي الاكثر تفوقا. يعني احنا بنشوف دلوقتي حتى من بعد الافتتاحات المتراجعه للسوق الامريكي احنا بنلاقي ان هو اكتر من 400 نقطه صعود، قرب خلاص من الثمانيه، من يعني من ال 28,000 نقطه، بالرغم من المواجهه او ال مواجهه ما بين بيدن وترامب اللي كانت مثيره للسخريه امبارح يعني، وكان كتير من المتداولين متفاعلين معاها بشكل سلبي مع بدايه الجلسه، الا ان ده كان الامباكت بتاعه على مدار الجلسه قدر السوق يستوعبه ويبدا ان هو يرتد. اعتقد ان كتير عندنا من المستثمرين المصريين لسه عندنا فكره ربط السوق المصري بالسوق الامريكي شويه، وان كان انا بعتقد ان هي ما بقتش فاليد قوي في الفتره الاخيره او في الحقبه اللي احنا فيها دلوقتي. فممكن ان احنا نبدا نشوف بعض الارتدادات على السوق المصري خلال جلسه بكره ان شاء الله، او بعض الاداء الايجابي على اثره او رجوع كمان للشراء المؤسسي ممكن على اثره الاي جي اكس 30 يقدر ان هو يتجاوز مناطق المقاومه النفسيه اراوند ال 11 11200. طيب الأستاذة منى مصطفى مديرة التداول في شركة عربية أونلاين، نحن سنتوقف مع فصل قصير ثم نعود إليك لتحليل أكثر لحركة البورصة خلال هذه الفترة. مشاهدينا ونواصل الحديث عن أداء البورصة المصرية، وأجدد التحية بالأستاذة منى مصطفى مديرة التداول بشركة عربية أونلاين. أستاذة منى، كنت تتحدثي في الفقرة السابقة عن وجود بعض السيولة وأيضا فرصة لبعض الأموال المحبوسة في أسهم بعينها للتحرك. لنتحدث إذن عن الصفقات، وبرأيك ما مدى تأثير صفقة بيع أسهم شركة النيل لحليج الأقطان على أداء السوق، خاصة أنها يعني تقدر بسيولة تتجاوز المليارين وخمسمائة مليون جنيه؟ تمام. يعني لو هناخد الكيس دي كمثال، احنا طبعا بنشوف سهم كان متوقف التداول عنه لمده 9 سنين، كان كتير من السيوله المحبوسه جوه السهم او كتير من المتعاملين اللي كانوا متوقفين عن التداول مع فتح الصفقه والاستحواذ بسعر الى حد ما نقدر نقول ان هو معقول بالنسبه للاسعار اللي كان السهم قافل عليها، فهو قدر ان هو يخرج لي السيوله مرتفعه جدا. احنا لو مثلا بنتكلم في ان لو نص السيوله دي بدات ان هي ترجع تاني للسوق هنشوف ارتفاعات او حركه ونشاط قوي جدا على كتير من الاسهم. يمكن ده اللي احنا نقدر نقول ان احنا شفناه او اثاره الايجابيه على قطاع الغزل والنسيج بشكل كبير. يعني احنا بنتكلم في عربيه حليج، عربيه اصول، كابوس، بيناليكس، بوليفارا، كل الاسهم دي قدرت ان هي تحقق لي معدلات ارتفاع 100% و150% على مدار الشهر اللي فات على اثر تنفيذ الصفقه، او خلاص احنا بنقول ان السهم هيرجع تاني للتداول وبيكون في كاش داخل وكتير. لان احنا لو كنا بنلاحظ خلال الاسبوعين اللي فاتوا كان كتير من المتعاملين منتظرين بقوة عودة الكاش اللي كان محبوس لما يدخل السوق، ايه الاثر او ايه الفولاتايل اللي ممكن يعملها على الاسهم، ويمكن ده اللي ممكن نقدر نعول عليه شوية على الحركة الايجابية اللي احنا منتظرينها في السوق خلال الاسبوع الجديد، لان المفروض فلوس الصفقة بتترد للعملاء within 5 days. يعني احنا بننتهي الخمس ايام او بتنتهي الخمس ايام بكره، فبالتالي مع يوم الاحد نبدا نشوف في سيوله في المحافظ بتبدا تظهر، وده ممكن ان هو يعاد ضخه مره اخرى في الاسهم. وعشان كده بقول لك ان احنا بدانا نلاقي
في كتير من السيوله بدات تظهر، وكتير من المتعاملين اللي كانت محبوسه سواء في سهم واقف زي النيل، وطبعا ده بدا ان هو يحيي الامل شويه عن عند كتير من المتعاملين اللي عندهم مشاكل كتير عالقه بالنسبه لكتير من الاسهم وان كانت متداوله، ولكن في كتير من القضايا اللي احنا محتاجين امر حاسم فيها يقدر ان هو يجدد لهم الامل ان القضيه او مشاكلهم على طريق الحل ان شاء الله. نعم. وده هيبدا ان هو يديهم روح تفاؤل اكتر، يديهم دفعه اكتر او يفتح شهيتهم اكتر للمخاطره وضخ سيوله في سوق المال. ولكن خلينا ناكد على نقطه بان الاسهم المضاربيه اللي كانت شغاله خلال الفتره اللي فاتت وان كان ممكن تدينا تارجتس او فيها تحركات متوقع لها تحركات واستمرار للحركه الايجابيه خلال الفتره الجايه، ولكن خلينا نعول اكتر على الاسهم اللي ما شافتش صعود واللي ما شافتش اتجاهات صاعده، ولكن فضلت ان هي طول الفتره اللي فاتت تتحرك في حركات تجمعيه عرضيه في نطاق ضيق بالقرب من الدعوم بتاعتها، واعتقد دي اللي هيبدا المستثمر يدور عليها خلال الفتره الجايه. طيب حضرتك بتتكلمي عن السيوله وكيف تتحرك في السوق المصريه، لكن ماذا عن وجود سيوله جديده او اموال جديده بالذات بعد قرار تخفيض الفائده؟ أستاذة منى، أعتقد أن هناك مشكلة في الاتصال. عموما أشكرك الأستاذة منى مصطفى مديرة تداول في عربية أونلاين على وجودك معنا.